الناس ديال مراكش استبشرت خير لما وفرحت بزاف لما تم تدشين وافتتاح منتزه مولاي الحسن بالمدينة، اللي كانوا كيتسناوه بواحد الشغف كبير، لأنه هو المتنفس الوحيد في هذه المدينة، هو الفضاء الأخضر اللي ممكن الناس تمشيوا ليه باش يجلسوا فيه ويستمتعوا بالخضرة، المجال الأخضر تما، وباش يرتاحوا واحد العدد ديال الأسر كتقصدوا. إلا أنه للأسف أن ملي بدأ هذا المنتزه وهو في تراجع مستمر للوراء، بحيث أنه شفنا فيه بزاف ديال الحوايج اللي ما كتعجبش. من هاد الأمور أن هذا الفضاء أصبح يقتحمه بعض المتسكعين، وأصبحت الدراجات رغم وجود واحد الباركينج في الجانب ديالو تتقتحم الدراجات في كل الأوقات، وأصبحت بعض الأوحال تظهر هنا وهناك، وبعض التشققات والتصدعات في الزليج اللي مدير في هذا الفضاء. بل أكثر من ذلك، أن حتى المراحيض تم الإغلاق ديالها، وأنه أي واحد يدخل لهذا المنتزه غادي يبان ليه كيفاش أن الحارس حراس ديال هذا المنتزه ما كاينش مراقبة لهذا المنتزه، الشيء اللي جعل واحد العدد ديال الأسر ما بقاتش كتمشي لهذا الفضاء هذا، لأنه أصبح غير لائق، وأصبح غير لائق بالنسبة للناس باش يجلسوا فيه ويستمتعوا بأوقات، ويتشكل فعلا واحد المتنفس لهم في بعض الأوقات ديال الاستمتاع وديال الراحة. وبالتالي هذا المنتزه لابد من تدخل ديال المسؤولين وعلى رأسهم العمدة ديال المدينة والمجلس ديال المدينة وباقي المسؤولين، من أجل إعادة الاعتبار لهذا المنتزه، وأنه الناس ما بقاتش قد أنه تمشي لهذا المنتزه نظرا للممارسات ونظرا للوضعية السيئة اللي ولا عليه، رغم أنه تخسرت عليه مبالغ مالية كبيرة وصلت ل 53 مليون ديال الدرهم، فإن هذه المبالغ هذو أمام هذه الوضعية تصبح في وضعية أو في حالة ديال الهدر ديال الأموال العمومية بدون سبب. وبالتالي التدخل العاجل ديال المسؤولين لإعادة الاعتبار لهذا المنتزه أصبحت ضرورية وملحة.